السلام عليكم ورحمة الله. حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل مكرونة بالبشاميل، بس هنعملها بالفراخ. طعمها حلو وبتاخدش وقت معانا، وانتوا عارفين الكبار والصغيرين بيعشقوا المكرون. معايا طاسة على النار، حطيت فيها شوية زيت بسيطين، ونزلت باللحم بالفراخ المفرومة، او ممكن تقطعيها قطع صغيرة خالص براحتك، بس انا كنت فرماها في المطحنة بتاع الخلاط بالشكل ده. ما تخافيش مش هتلزق معاكي، قلبي بس فيها عشان ما تبقاش قطعة واحدة. ما بتاخدش وقت معانا كتير، شايفين بدأت خلاص هيتفكك من بعضها. هضيف لها برضو بصلة مفرومة، واضيف لها برضو فلفل اخضر او احمر اللي موجود عندك، وما تنسيش طبعا البهارات. هنشوف كل حاجة خطوة بخطوة في الفيديو. ضفت البصل وقلبها كده تقليبة مع بعضها، والفلفل برضو. الفلفل والبصل هيستوى يا ام اسلام، هيستوى واحنا بنشوح او بنعصج الفراخ. المكرونة بالفراخ او النجريسكو من احلى المكرونات البشاميل، بتبقى طعمها حلو اوي. شايفين ما شاء الله والالوان حلوة جميلة جدا. ما تنسيش بقى تضيف البهارات وتظبطي الملح، وممكن برضو خطوة برضو ممكن تحط لها مكعب مرقة، بس تخلي بالك من الملح. دي بهارات، البهارات ايه يا ام اسلام؟ انا بحط والله كمون، فلفل، بابريكا، بهارات فراخ اللي موجودة عندك، بس اهم حاجة ان انت ما تكتريش بهارات. مش عايزين ناكل بهارات، احنا عايزين ناكل الاكلة بطعم البهارات. اللي يقولك حط بهارات كتير، لا، ما تحطيش بهارات كتير في اي انواع اكل خالص. هضيف بقى الملح، وزي ما قلت لكم ما تنسيش تظبطي ملح. ملح خطوة هنا برضو. لو عايزة تضيفي طماطم متقطعة ضيفي، لو عايز معلقة صلصة ممكن، انا هضيف معلقة واحدة صلصة. معلقة بس واحدة صلصة. هتخلي برضو طعمها حلو، وفي نفس الوقت هتساعدها ان هي تستوي، عشان احنا لا ضفنا مية ولا ضفنا اي حاجة. طبعا في الاول انا بسلق المكرونة، انا جايبة مكرونة قلم بسلقها 3/4 سوا، مش عايزاها تتهري. خلاص كده بس الفراخ استوت. خلاص اعمل ايه؟ اعمل البشاميل. هجيب حوالي من 4-5 معالق زيت كده. البشاميل اللي هنا برضو تبع ما انت بتحبي، بتحبي قليل بتحبي كتير. انا عندي هنا ولادي بيحبوا البشاميل كتير قوي على المكرونة. واضيف كمان معلقة سمنة كده، اما بس تسخن. انا حطيتها قبل الطاسة ما تسخن. قد ما هتضيفي المادة السائلة اللي هي السمنة او الزيت، هتضيفي الدقيق. يعني لو حطي 4 معالق زيت، هتحط لهم 4 معالق دقيق، عشان الدقيق يتحمر يتشوح معاكي، ما يبقاش ناي ويبقى يفضل طعمه في البشاميل. شايفين كده انا حسيت ان الدقيق لسه عايز، فضفت له حوالي من 2 معلقة كمان زيت.
هنا برضو معلومة عايزة اقولها لك، انا هنا عملت البشاميل في الطاسة ما نفعتش معايا، لازم تكون حاجة غويطة عشان تعرف تقلبي. يعني هنا ما هنا اشتغلت ما ضفت اللبن ما عرفتش ايه، لقيتها خلاص هيقع مني على البوتاجاز، فنزلت كل ده في الحلة اللي كان فيها اللبن. عايزة تضيفي برضو شوربة، ممكن تعملي خليط من اللبن والشوربة، وبقى طعمها حلو برضو. شايفين زي ما قلت لكم ضفت الدقيق والخليط كله بتاع البشاميل في الحله عشان اعرف اشتغل. شايفين ما شاء الله ما عملت تكتلات، او ما احنا بنقول كده بالفلاحين عمل الكلاكيع. طيب يا ام اسلام لو عملت كده بتاخدي المكون ده كله تضربيه في الخلاط وتصفيه بيبقى حلو معاكي. بتضيفي بقى البهارات وتضيفي مكعب مرقه. هنا ايه يا ام اسلام اللي انت بتحطي؟ انا بحط هنا معلقتين قشطه، وش اللبن، ببيت اللبن في التلاجة، اقوم الصبح احوش الوش من عليه، بحتاجها في كل حاجه، هي بتخلي لي البشاميل كريمي كده وطعمه حلو. وهضيف كمان لها جبنه، جبنه شيدر، جبنه رومي اللي موجوده عندك، انا كان عندي حته رومي فقلت هضيفها بس. ما شاء الله شايفين القوام، لا كلكع ولا اي حاجة. انا جبت الصينية اللي هشتغل فيها دهنتها بالزيت خلاص كده، وهضيف لها نص المكرونة، نص المكرونة اللي انا سلقها. شايفين ده اللي هتبقى ايه في تحت في الصينية من تحت، هضيف لها برضو معلقتين ثلاثة كده بشاميل عشان يمسكوها. الحلة سخنة فمش مال، كمان عايزة اقلب البشاميل عشان ما يجمدش. هضيف بس شوية كده، شوية من البشاميل على الطبقة الأولانية دي من اللي شايفين الجبنة الرومي سايحة كده، بس بسيطة خالص طريقة عمل البشاميل أو النجريسكو، حلوة أوي وسهلة خالص للبنات اللي ما بتعرفش تدخل المطبخ وما بتحبش تعمل أكل. دي بقى الفراخ اللي كانت معايا، وزعها كده في الصينية بتاعتي. اضف لها بايه كمية المكرونة اللي عندي واوزعها خالص كده. لو حسيت ان مكرونة لازقة في التانية افصليها عن بعضها. هنزل بقى بقية البشاميل على الطبقة التانية من المكرونة على الوش. شايفين موزعي بقى كلها كده. وهنا برضو خطوة اختيارية، ممكن تحط على الوش جبنة موزاريلا وممكن تسيبيها كده، يعني اللي عندك. جبت بقى المعلقه وحاولت ان انا اوزع البشاميل كله على المكرونه، مش عايزه اي مكرونه تبان، انا عايزه بس الايه البشاميل اللي يبقى كلها على الوش. هجيب اللي في الحله كله من شهرمين الميليه خساره كده، بس اظبط بقى الصينيه بباقي البشاميل اللي عندي وادخلها الفرن. وصلت معايا لحد المقطع ده، محطتش اللايك حط اللايك، حط اشتراك جميل منك، ادعي لي دعوة حلوة منك ان ربنا يشفيني ويعافيني. خلاص كده بقت جاهزة معايا البشاميل، ادخلها بقى ايه الفرن، متاخدش وقت في الفرن. طلعت معايا بالشكل، بس هي طبعا لسه سخنة يدوب، بس بحاول ان انا اقطع لكم قطعة منها. ما شاء الله طعمها حلو، او ما اخد انا الحته دي ما
ان شاء الله طعمها جميل جدا وسهله بسيطه. اللي قلت لكم في اول الفيديو للبنات اللي ما بتعرفش تطبخ او ما بتحبش المطبخ.